هذا المقطع مخصص لطلاب الثانوية العامة في فلسطين خاصة والوطن العربي عامة. أتمنى التوفيق للجميع في امتحاناتهم وحياتهم. بعد صدور النتائج الثانوية العامة وإنهاء المرحلة المدرسية، يتساءل كل طالب ماذا أدرس في الجامعة؟ أي تخصص أختار؟ ذلك يعتمد على عدة عوامل، إما الوظيفة التي تحبها أو مشروعك الخاص وحاجة سوق العمل أو موهبتك. المقطع الأخير من هذا الفيديو هو نصيحتي لأي تخصص تختاره. بداية الوظيفة، تخيل نفسك بعد 5 سنوات، هل ترى نفسك ترتدي ملابس بيضاء وتداول مرضى في المستشفيات؟ أم ترى نفسك مهندسا في موقع إنشاءات تشيد مباني جديدة؟ أم تدرس الطلاب في المدرسة؟ فيجب عليك أن تدرس التخصص الذي يؤهلك لتلك الوظيفة كالطب أو الهندسة. المهم أن تختار الشيء الذي تحبه ولا تدع أحد يختار لك، لأنك ستندم في المستقبل ولن تجد ذاتك. حتى تحصيلك العلمي في الثانوية العامة لا تسمح له أن يقرر مستقبلك، فهو مجرد رقم. هناك أشخاص كان تحصيلهم بين 50 و60%، لكنهم درسوا الطب في أوروبا الشرقية، فلا تيأس. إذا كان لديك مشروع تطمح لافتتاحه بسبب عدم توفره ببلدتك أو حيك أو المنطقة التي تقطن بها، على سبيل المثال مطعم أو صيدلية أو فندق، درس التخصص الذي يفيد مشروعك ويرتقي به. مثلا إذا أردت أن تفتح مطعم، حينها عليك أن تلتحق بمعهد للطبخ حتى لو كانت علامتك 90%، لأن دراستك للهندسة لن تفيد مشروعك بشيء، إنما تعتبر مضيعة للوقت والجهد والمال. الموهبة، إذا كان لديك موهبة معينة مثل التمثيل أو الغناء أو الرسم أو التصوير الفوتوغرافي، فادرس في معاهد أو جامعات تطور موهبتك. حاجة سوق العمل، في بعض الدول هناك مؤسسات حكومية أو خاصة تدرس سوق العمل وترشد الطلاب للتخصصات المناسبة والتي تكون فرصها بالتوظيف أكبر، فعليك مراجعتها قبل أن تختار تخصصك. أنصحك ألا تدرس في الجامعات الفلسطينية لأنها جامعات تجارية بحتة، وكذلك لا تتوفر على بيئة تعليمية بسبب الأحداث وحالة الاستقطاب السياسي وضعف الإمكانيات وغياب الحريات. أنصحك بأن تدرس في الجامعات الأمريكية والأوروبية والكندية والتركية لأنها تعطيك العلم الصحيح وتجعل فرصتك بالتوظيف أكبر. صحيح أنها تحتاج ميزانية كبيرة، لكن الدراسة الجامعية مر بالعمر وهذا مستقبلك، فإذا أردت أن يكون البناء قوي يجب أن يكون الأساس سليم. التخصص الذي أنصحك بدراسته وأرى بأن مستقبله مضمون هو الأنيميشن. اذهب ودرسه في إحدى الجامعات أو المعاهد الأمريكية، حينها بإمكانك أن تعمل في إحدى الشركات أو تعمل في مجال اليوتيوب. سأذكر عدد من القنوات التي نجحت وحققت ملايين المشاهدات من خلال مقاطع الأنيميشن: مقاطع ماشا والدب، أغنية جوني، سينغهام فيلم هندي صدر عام 2011 عن شرطي يكافح الجريمة والمسؤولين الفاسدين. حقق الفيلم شهرة واسعة، فقامت إحدى شركات الأنيميشن بإنتاج مقاطع أنيميشن صغيرة عن شخصية الفيلم حققت ملايين المشاهدات. شركة أخرى أنتجت مقاطع للأطفال باسم سينغهام الصغير. قناة الراكون العظيم تنتج مقاطع أنيميشن لقتال شخصيات من مسلسلات كرتونية مختلفة، كذلك قناة معركة الموت بذات المحتوى. المشاهد عنده فضول لأن يعرف ماذا سيحصل إذا تقاتل مثلا ريو من قتال الشوارع مع جين من تيكن، لذلك سيشاهد هذه المقاطع. قناة مشاغبي الكرتون تقدم محتوى مضحك عن الشخصيات الكرتونية. قناة أخبار مباشرة تقدم مقاطع أنيميشن قصيرة إخبارية. من القنوات التاريخية الشهيرة قناة ملوك وجنرالات التي حققت هذه الأرقام بالمشاهدات بسبب استخدام الأنيميشن في مقاطعها، وكذلك قناة إنفيكتا بذات الإطار. وقناة مؤرخ الكرسي. وقناة التاريخ البسيط أيضا. ماتت قناة يارنهاب محور كرة الغزل لتسبق كل القنوات السابقة لأن مقاطعها الأنيميشن بجودة عالية. وهذه قناة أميزنج ألبي تبين لك نتيجة دمج مقاطع الأنيميشن بالتمثيل. من قنوات الأنيميشن العربية الغنية عن التعريف قناة مسامير. جميع هذه القنوات تجد روابطها في الوصف لتطلع أكثر.